بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله اليوم حنتكلم عن تشابتر 3 في مادة الفلويد ميكانكس، اللي هو تشابتر اللي اسمه بريشر اند فلويد ستاتكس. تمام، حنتكلم اليوم إن شاء الله عن تشابتر 3 اللي هو عنوانه بريشر اند فلويد ستاتكس. فهذا التشابتر هو ممكن تقول انه هو اول تشابتر حنتكلم فيه عن الفلويد ميكانكس بالفعل، يعني هنتكلم عن الميكانكس. تمام، لانه علم الميكانكس هو اصلا يقسم الى قسمين، الستاتكس والداينامكس. تمام، ففي الكورس هذا هو الفلويد ميكانكس، حنتكلم في هذا التشابتر عن قسم تبع الفلويد ستاتكس، وفي التشابترات اللي بعده اللي هو 4 5 6 8 حنتكلم عن الفلويد داينامكس. تمام، ف الشابتر الماضي كان مجرد بس يعني تعريفات ومجرد definitions، يعني ما كان في يعني المسائل وما كان في ليش التطبيقات اكثر. فالشابتر هذا حنبدا فيه يعني ايش، حنبدا فيه شغل يعني ايش مثل ما يقول شغل محرز يعني. تمام، بس لا تخافوا ان شاء الله الشابتر سهل باذن الله، بس انه طويل شوي فالله يسهل. فالشابتر هذا لو تلاحظوا مركز نقطتين، النقطه الاولى هي البريشر والنقطه الثانيه هي الفلويد ستاتكس. ففي البداية احنا حنتكلم عن البريشر اللي هو الضغط، يعني حنتكلم عن الضغط بالتفصيل وكل شيء عنه، وبعدها حنبدأ في الفلويد ستاتكس اللي هي دراسة الموائع او الفلويدز في حالة السكون اللي هي الستاتكس يعني. تمام، فبسم الله حنتكلم عن البريشر. فأول شيء نساوي لما نتكلم عن البريشر، أول شيء نعرف ايش يعني بريشر. بريشر بالعربي يعني الضغط، وتعريفه هو ايش؟ هو the normal force per unit area. تمام، اللي pressure هو ايش معناه؟ pressure بيساوي ايش؟ اللي هو بيساوي normal force per unit area. تمام، per unit area. اوكي، فهذا هو تعريف ال pressure، انه هو the normal force per unit area. اوكي، فقانون ال pressure قانون يعني، او قبل ما نشوف القانون خلينا نشوف مثال على هذا. لو كان عندك مثلا يعني اي قطعه، مثلا قطعه ارض هيك عامله مثلا سطح بهذا الشكل. تمام، وعندك فيه قوه عموديه عليه، قوه بهذا الشكل. اوكي، هذه هي القوه العموديه، نورمال فورس يعني، نورمال يعني عمودي. اوكي، ومساحه هذا السطح ايه، خلينا نسميه ايه. تمام، فبالتالي البريشر في هذا السطح حيكون ايش؟ البريشر في هذه الحاله حيكون كالتالي، البريشر اللي هو رمزه بي حيساوي هذه القوة على المساحة، القوة على المساحة. تمام، فيكون القوة اللي هي F على المساحة اللي هي A. تمام، وإيش وحدة البشر بتكون يا ترى؟ إحنا عارفين وحدة الفورس هي النيوتن، صح؟ ووحدة المساحة هي المتر سكويرد، فمعناها وحدة البشر هتكون هي نيوتن بالمتر سكويرد، أو اللي إحنا بنسميها الباسكال. تمام، باسكال. أوكي، فهذه هي وحدة البشر، الباسكال. ممتاز. فلما اي حدا يتكلم عن البريشر، ففي دراستنا للفلويد ميكانكس هنا احنا ما حنتكلم عن البريشر كاطلاق، يعني ما حنقول انه بس بريشر فاي شخص يسمع كلمه بريشر يعرفها على طول، لا. احنا هنا في الكورس هذا حيكون في عندنا ثلاث انواع رئيسيه للبريشر. اوكي، او ممكن يعني ثلاث انواع احسن شيء ممكن نقول، يعني انه اي بريشر يكون عندنا ممكن نقسم واحد من انواع الثلاثه هذه. تمام، هذا يعني كتبسيط للموضوع يعني. فالبريشرز، البريشر يعني له ثلاث انواع، 3 تايبس. هما كالتالي. اوكي، اول حاجه ارسم رسمه عشان اوريكم الفكره يعني. خلينا نعتبر هذا الخط، تبين هذا الخط هنا، الخط الابيض هذا هو اسميه الابسولوت فاكيوم. الابسولوت فاكيوم يعني هو الفراغ المطلق، اللي هو تخيل بالفضاء ما عندك اي ذره ابدا، فما في عندك اي ذره تعمل ولا ذره ضغط، فبالتالي عندك البريشر هنا هذا الابسولوت فاكيوم. تمام، ابسولوت فاكيوم. فالبريشر في هذا المكان الابسولوت فاكيوم هيساوي كم في الحاله هذه؟ البريشر هنا يساوي صفر. البريشر بمعنى الكلمه يساوي صفر، ما في عندنا اي شيء يعمل بريشر. تمام، هذا هو الابسولوت فاكيوم، هذا اس خط النوم. فنعتبر هذا خط هو الابسولوت فاكيوم.
وايش يا ترى في عندنا بريشر ثاني احنا نعرفه يعني نعرفه كثير اللي هو الاتموسفيريك بريشر صح الضغط الجوي. فالاتموسفيريك بريشر خلينا نعتبر انه هو هذا الخط اوكي نعتبر هذا خط هو الاتموسفيريك بريشر هو هذا البي اتموسفيريك اوكي. فهلا لو خلينا نعتبر مثلا انه كان في عندنا البريشر تبعنا هو يعني ابوف ذا اتموسفيريك يعني مثلا كان البريشر في هذه النقطه هيك يعني ارتفاعه بهذا المكان هيك النقطه الورديه تمام. فساعتها لو حصل وجا واحد قال لك خلينا نتكلم عن البشر في هذه النقطه اللي البشر كم يساوي. فلو حصل واحد وعبر لي عن البشر هذا بالنسبه الى الابسولوت فاكيوم يعني قال لي هذا البشر مثلا قيمته مثلا مثلا 10 كيلو باسكال اكثر من الابسولوت فاكيوم ساعتها هذا البشر اللي قال لي اللي هو ذا بريشر with respect to the absolute vacuum بسميه the absolute pressure be absolute absolute pressure تمام absolute pressure معناه pressure بالنسبة لل absolute vacuum تمام اوكي فايش فكمان لو حصل وكان عندك البشر اقل من الاتموسفير يعني مثلا هنا هيك كانت قيمة البشر مثلا فاجا واحد كمان وعبر لي عن البشر بالنسبة لل absolute vacuum مثلا هيك فبالتالي هذه هذا كمان هو ايش هو كمان absolute pressure تمام لانه هو with respect to the absolute vacuum اوكي تمام. فهذا هو اول نوع اللي هو بالاصفر هذا اللي هو the pressure with respect to the absolute vacuum اوكي. طب هل احيانا ممكن يجي واحد يقول طيب انا ليش كل مره ارجع اقول لك the pressure كاملا يعني مثلا اقول لك مثلا the pressure هو 2 مثلا 200 كيلو باسكال وكل مره اقول لك قيمة الاتموسفيرك معاها مدموجة يعني ليش اضطر كل مرة اقول الاتموسفيرك معاها يعني انت لو تلاحظ هنا عندك الاتموسفيرك هذا هو صح عندك هذا هو الاتموسفيرك بشر هو البرتقالي هذا صح هذا هو الاتموسفيرك بشر. فممكن يجي واحد يقول طبعا ليش كل مرة اقول اجيب زيت اتموسفيرك بشر انا بدل ما اني اوجع راسي واجيب القيمة الكاملة هذه الطويلة ممكن اجي واعطيك بس القيمة اللي هي above the atmospheric صح يعني ممكن اجيك واقول لك اعطيك هذه القيمه اللي هي بالاخضر اعطيك القيمه بس اللي هي above the atmospheric تمام. وبالفعل في عندي اجهزه ما بتقيس لي الا هذا البشر اللي هو فوق الاتموسفيرك تمام. هذا البشر هذا اللي هو the amount of pressure above the atmospheric pressure هذه بسميها the p gauge تمام the gauge pressure تمام اوكي the p gauge اللي هو gauge pressure تمام اللي هو تعريفه انه هو the pressure above the atmospheric تمام يعني the amount of pressure above the atmospheric اوكي. فاذا اجى واحد مثلا وقال لي انه البريشر هنا الجيج بريشر مثلا قيمته مثلا 100 باسكال فمعناها انه البريشر هنا هو 100 باسكال فوق الاتموسفيريك بريشر تمام ممتاز. بس عندي نوعين ممكن اكتب هنا على على اليمين وانتم شايفينهم انه البي ابسولوت هو ايش هو ايش اللي هو with respect to absolute vacuum to absolute vacuum اوكي. وقلنا ال P gauge هو ايش هو بالاخضر هذا ال P gauge جاي من كلمة ايش يعني gauge هو معيار تمام او مقياس. فهي هذه معناها ال pressure اللي بيقيسه المقياس وهنتكلم عن مقياسات الضغط بعدين ان شاء الله. فالبي جيج قلنا له هو ايش اللي هو above البي اتموسفيرك تمام. هلا يجي واحد يقول طيب لحظه لو كان عندي بشر هلا تحت الاتموسفيرك تمام لو كان عندي بشر تحت الاتموسفيرك فايش البشر اللي اعبر عنه ما اقدر اقول بي جيج لان البي جيج هو above the atmospheric. فاذا كان عندي بشر اقل من الاتموسفيرك هيكون في عندي نوع ثاني اللي هو هذا هو شايفينه اللي هو the pressure below the atmospheric اللي هو بسميه P vacuum تمام the vacuum pressure تمام the vacuum pressure اوكي اللي هو هنا مكتوب اللي هو بالازرق اللي شايفينه اللي هو the pressure below the atmospheric اللي هو P vac اللي هو هيكون below P atmospheric ممتاز. فهذه هي انواع الثلاثه للبشر.
تمام. وهلا طب احنا خلينا نشوف يعني كيف ممكن نطلع البي جيج والبي فاكيوم ك يعني كقيم كقوانين يعني. تمام. هتلاحظ انه البي جيج ايش هي؟ البي جيج هي هذه النقطه الخضراء صح، الخط الاخضر. اوكي، فاذا انا بدي اطلع قيمتها من الابسولوت كيف اطلعها؟ بكل بساطه حتكون البي جيج بتساوي ايش؟ بي جيج، بي جيج حتساوي الايش؟ البي ابسولوت ناقص البي اتموسفير صح، حتساوي القطعه الكبيره الصفراء ناقص القطعه البرتقاليه، هي حتكون يعني بي ابسولوت ناقص البي اتموسفير، حتكون البي ابسولوت ناقص البي اتموسفير. تمام، وهذا هو قانون الجيج بريشر. اوكي، طب بالنسبه للفاكيوم بريشر، الفاكيوم بريشر كمان نفس المبدا. هتلاحظ ايش؟ هتلاحظ انه البي فاكيوم كيف ممكن اطلعه؟ حيكون عباره عن البي اتموسفيرك ناقص البي ابسولوت صح؟ البي اتموسفيرك ناقص البي ابسولوت، لانه في الحاله هذه الاتموسفيرك هو اكبر. تمام؟ فيكون البي فاكيوم حيساوي البي اتموسفيرك ناقص ايش؟ البي ابسولوت. تمام؟ تمام؟ اوكي؟ فهذا هو القانون تبع البي فاكيوم. ممتاز. فهذه هي انواع البريشرز. اوكي؟ لو حصل واي حد قال لك مثلا انه هذا البريشر هو مثلا 100 كيلو باسكال مثلا ابسولوت، وقال لك مثلا جيب الجيج، او قال لك اذا كان هو اقل من الاتموسفير جيب الفاكيوم، فنقدر نطلعها بكل سهوله باستخدام هذا القانون. تمام؟ هذا القانون وهذا القانون. اوكي؟ فملاحظه كمان، في هذا الكورس هو فلويد ميكانكس يحق لك في الامتحان، شو ما كان الامتحان سواء اذا كان يعني ميد تيرم او كان فاينل، يحق لك تدخل معك ايكويشن شيت بخطك انت تكتبها انت يعني. فهذه القوانين واي قوانين ثانيه بستخدمها في شرحي هذا ينفع تحطها بالايكويشن شيت بدون اي مانع يعني، بدون اي قوانين ولا اي حدود ان شاء الله. ممتاز. فهذه هي انواع الثلاثه للبريشرز. اوكي، هلا خلينا نتكلم عن شويه خواص للبريشر. تمام، او نتكلم شوي عنهم يعني بعمق اكثر شوي. تمام، فالبريشر هو عباره عن ايش؟ البريشر نقدر نقول عنه انه هو از ا فانكشن اوف بوزيشن. تمام، هو يعني از ا فانكشن اوف بوزيشن، يعني هو يتغير بتغير الموقع. ايش معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انه اذا كان عندي مثلا اي نقطه، مثلا هذه النقطه، شايفين النقطه هذه؟ نقطه اي مثلا. اوكي، هذه النقطه خلينا نقول انه هي عندها بريشر قيمته مثلا بي اي. تمام، اسمه بي اي. اوكي، ذا بريشر ات بوينت اي. حلو، فلو حصل وانا اجيت اقيس البريشر هذا باي طريق شو ما كان، يعني لو انا جيت هيك وصلت لهذه النقطة، او مشيت هيك وصلت لهذه النقطة، او مشيت من مسار ثاني هيك وجيت نفس النقطة، كل القياسات الثلاثة هذه حتعطيني نفس القيمة اللي هي بي اي. شايفين شلون؟ معنى هذا انه البريشر يتغير بتغير الموقع، يعني لو كان عندي بوينت اي البريشر تبعها غير بوينت ثانية اللي هي مثلا هنا بي مثلا، لكن لا يتغير بتغير المسار. يعني انت مهما كان المسار اللي انت جيت فيه على هذه النقطة فهيطلع لك نفس القيمة. اوكي، معنى هذا الكلام كتشبيه بسيط يعني عشان يفهم الموضوع، البريشر مثل التمبرتشر، درجة الحرارة. لو حصل وكان عندك غرفة، والغرفة هذه ليها بابين، باب يمين وباب يسار، لو انت دخلت من الباب اليميني وقست درجة الحرارة في الغرفة هذه، نفس الشيء لو دخلت من الباب اليساري وقست درجة الحرارة. تمام، لأن درجة الحرارة في الغرفة هذا يعني ايش؟ يعني خاصية الغرفة نفسها، خاصية المكان اللي احنا فيه اللي هي النقطة اللي احنا فيها. فهذا ما بيختلف باختلاف المسار اللي احنا جينا فيه لهذه النقطة. طيب شلون؟ فهذا هو معنى انه البريشر بي يعني ايش؟ از ا فانكشن اوف بوزيشن. تمام؟ يعني ايش؟ البريشر في كل في اي نقطة حيظل ثابت مهما تغير المسار اللي احنا جايين فيه. تمام؟ فهو از ا فانكشن of position. تمام؟ حلو، فهذه هي خاصية البشر. اوكي؟ فلو حصل وجا واحد مثلا قال لك البشر في هذه النقطة من اليمين كم أو من اليسار كم، فما في هيك شيء. لأن البشر عند النقطة هذه زي ما هو، ما حيختلف في تغير المسار. تمام؟ فهذه هي خاصية إنه البشر is a function of position.
فهلا خلينا نتكلم عن انه احنا كيف نحسب البريشر هلا بالفلويد. احنا قبل شيء قلنا انه البريشر بيساوي الفورس اوفر ذا اريا، لكن احنا هنا بشغلنا حنشتغل على فلويدز، فيا ترى ايش القانون اللي حنستخدمه عشان نجيب قيمه البريشر بالفلويد؟ تمام. فعشان نشوف هالموضوع، اعتبر عندك وعاء مثل هذا الشكل، هذا الوعاء مثلا. اوكي، الوعاء هذا مليء بفلويد معين، شو ما كان عندك هنا فلويد. اوكي، هذا فلويد. اوكي، وعندك جوا هذا الوعاء عندك ايش؟ عندك مثلا اي نقطة، مثلا هذه النقطة هنا. اوكي، هذه النقطة تمام. وهي هذه النقطة على عمق مقداره، هذا العمق مقداره اتش. اوكي تمام. هذا الفلويد اللي هو شو ما كان له دنسيتي، له كثافة معينة مقدارها رو، كثافة الماء هذا رو تمام. وفوق هذا الوعاء يعني فوق في الغلاف الجوي عندك البريشر اللي هو هنا فوق اللي هو اسمه بي اتموسفيرك اللي هو الضغط الجوي تمام. فكيف نحسب البريشر في هذه النقطة اللي هو هذه النقطة بي، هذه النقطة اللي مثلا خلينا نسميها ايه تمام. فالبريشر في هذه النقطة هيعطى هذا القانون، البريشر بيساوي قانون تبعه، قانون تبع البريشر في اي فلويد حيساوي الاتموسفيرك بريشر اللي فوقها اللي هو البريشر اللي فوق البي اتموسفيرك زائد ايش؟ زائد رو جي اتش تمام. فيكون هو الاتموسفيرك بريشر زائد رو جي اتش تمام. البي اتموسفيرك بكل بساطه هي الاتموسفيرك بريشر. فلو كان معطيك مثلا قيمه الاتموسفيرك بريشر مثلا باي قيمه فهنا تعوض فيها اللي هي قيمه الضغط الجوي. اوكي، الرو هي ذا دنسيتي اوف ذا فلويد، كثافه الماء تمام. الجي هي ثابت الجاذبيه اللي هو 9.81 اللي هي العجله الجاذبيه الارضيه يعني. اوكي، هاي 9.81 اللي هي وحدتها ايش؟ اتوقع متر سكويرد، متر بالسكند سكويرد تمام. هذه الوحده القياسيه تمام، متر بالسكند سكويرد. وعندك الاتش اللي هي ايش؟ اللي هي العمق، شايفين العمق هذه الاتش اللي هنا، فهذه هي عمق النقطه. فاذا بطلع البشر فيها هتكون عباره عن اتموسفيرك بشر زائد رو جي اتش. طب هلا خليني مثلا لو حصل وقال لك اجنور ذا اتموسفيرك بشر تمام، اذا قال لك يعني الاتموسفيرك بشر ايكوال تو زيرو، يعني اف قال لك انه البي اتموسفيرك ايكوال تو زيرو، يعني قال لك تجاهله يعني، فالبشر كم حيساوي هلا؟ البشر حيساوي ايش؟ حيساوي بس هذا التيم حيروح، فهذا عندك رو جي اتش تمام؟ رو هي كثافة الماء هذا، جي هي 981 و اتش هي العمق تمام؟ ممتاز. فهذا هو القانون بكل بساطة بطلع فيه البشر. شو ما كان عندي النقطة بروح بكل بساطة بشوف الفلويد اللي هي فيه الدنسي تبعيته اللي هي رو، وبشوف عمق النقطة هذه اللي هي اتش، فبكل بساطة البي هتساوي رو جي اتش، حيطلع معي البشر هنا بالايش؟ بالباسكل. ممتاز. اوكي، فهل لو حصل وكان عندي حالة انه ما كان عندي بس اونلي وان فلويد، يعني كان عندي مالتيبل لايرز اوف فلويد، يعني كان عندي مثلا كالتالي، كان عندي وعاء بهذا الشكل. اوكي، وبالوعاء كان في عندي اكثر من فلويد، يعني كان عندي هنا طبقة في الاسفل فلويد اول فلويد، وطبقة فوقه هذه، وطبقة فوقه كمان، فكان عندي 3 layers. اوكي، الطبقة اللي تحت لها density خاصة فيها اللي هي رو 1، اللي فوقها لها density، لا لا شوف شو هذا سويته رو 1. اوكي، عندك اللي فوقها هذه رو 2، وعندك اللي فوقها اخر شيء اللي هي لها كذلك كمان رو 3 تمام. وكل واحدة فيهم او خاص فوق هذا كله في عندنا ايش؟ عندنا اتموسفيرك بشر ضغط جوي، في عندنا هنا بي اتموسفيرك، وكل واحدة من هذه الطبقات اللي هي الطبقة الأسفل أول شيء عندها سمك اللي هو H1، الطبقة اللي فوقها عندها سمك كمان اللي هو H2، وآخر طبقة كمان لها سمك اللي هو H3. فإذا حصل طلب مني أنه أوجد البشر في الأسفل هنا، البشر في هذه النقطة اللي هو مثلا في هذه النقطة شايفينها النقطة البيضاء،
فكيف اطلع البريشر في هذه النقطه؟ بكل بساطه اذا بدي البريشر في اي نقطه معينه بجيب مجموع البريشرز للنقاط اللي فوق يعني بجمع كل البريشرز اللي عليها من فوق. اوكي، فلو تلاحظوا في هذه النقطه ايش اللي في عندي اشياء فوقها؟ في عندي اول شيء اتموسفيرك بريشر. اوكي، فانا في عندي البريشر يساوي ايش هنا؟ يساوي اول شيء في عندي اتموسفيرك بريشر، صح؟ فعندي هنا بي اتموسفيرك، صح؟ زائد ايش في عندي اشياء كمان؟ في عندي لكل طبقه من الطبقات هذه في لها بريشر خاص فيها، صح؟ فاول شيء الطبقه الصفراء هذه لها بريشر اللي هو رو 1 جي اتش 1، تمام؟ اللي هي رو جي اتش تبع اول طبقه اللي هي رو 1 جي اتش 1، تمام؟ زائد البريشر الجاي من ثاني طبقه اللي هي الطبقه البرتقاليه رو 2 جي اتش 2، تمام؟ اللي هي ثاني طبقه، تمام؟ واخر طبقه اللي هي الطبقه الخضراء زائد نفس الشيء رو 3 جي اتش 3. اوكي، فهتلاحظ انه الموضوع بكل بساطه انه البريشر في هذه النقطه حيكون مجموع البريشرز اللي فوقها. فانا عندي بريشر من الاصفر اللي هو اسميه مثلا بي 1، بريشر من البرتقالي بي 2، بريشر من الاخضر بي 3، وعندي اتموسفيرك بريشر. رحت جمعتهم كلهم مع بعضهم، جمعتهم كلهم جمع بسيط جدا، بس جمع عادي ما في اي شيء. فبالتالي اقدر هلا اطلع التوتال بريشر ات ذيس بوينت، تمام؟ حلو، هيك احنا عرفنا كيف نطلع البشر في اي وعاء شو ما كان، يعني بيئته او شو ما كان الفلويد اللي فيه. ممتاز، فانا خلينا نطلع على هذا القانون اللي هو قانون البشر نفسه. هذا القانون هتلاحظ ايش؟ لو كان عندك تو بوينتس، عندك نقطتين، كان النقطتين هذولا ليهم نفس العمق وكمان ليهم نفس الدنسيتي، يعني كانوا في نفس الفلويد، تمام؟ اذا حصل كان عندك نقطتين ليهم نفس العمق نفس الدبث وكمان عندهم نفس الدنسيتي، فمعناها ايش؟ معناها مباشرة بديهية انه الجي كونستنت دائما نفس الشيء، معناها انه لازم يكون عندهم ايش؟ نفس البريشر، صح؟ صح؟ مو هذا الكلام؟ فمعنى هذا بيطلع معنا قانون اسمه قانون باسكال. بيطلع معنا قانون اسمه قانون باسكال اللي هو بنص كالتالي: باسكالز لو بيقول ايش باسكالز لو؟ انه any two points يكون لك اي نقطتين that have the same depth and the same density they will have the same pressure، تمام؟ يعني لو كان عندك two points عندهم نفس الدبث، يعني h1 بتساوي h2، تمام؟ h2. وكمان عندك كمان انه الرو 1 بتساوي الرو 2، يعني كلاهم مغمور بنفس الماء، مغمور بنفس الفلويد. فهذا معناه هذول الاثنين معناهم انه هذول التو بوينتس هاف ذا سيم بريشر، بي 1 ايكوال تو بي 2، تمام؟ فمثال على هذا المبدا او هذا القانون، خلينا نشوف لنا رسمه ونحاول نستنبط هذا الكلام. اوكي، فعندك مثلا اذا كان عندك اسمه بهذا الشكل، وعاء بهذا الشكل، عندك هذا الوعاء كان يعني مغمور بالشكل هذا، اوكي، وكان عندك هنا في فلويد ثاني، فعندك هنا هذا فلويد، هنا دنسيتي رو 2 مثلا، والباقي المنطقة مغمور بالفلويد الأول، هاي المنطقة هيك، هذا الفلويد اللي هو دنسيتي بعيته رو 1، اوكي. وكان عندك في كم بوينت مثلا؟ كان عندك هنا في بوينت، هنا في بوينت، هنا في بوينت، هنا في عندنا بوينت، وهنا في عندنا بوينت، اوكي؟ خلينا نسميهم هذه مثلا A، هذه A، عندك هنا B، عندك هنا C، D، E، ممتاز. فاحنا قلنا ايش؟ قلنا انه if the points have the same depth and the same density so they will have the same pressure، صح؟ يعني عندك same depth و the same fluid معناها same pressure. فهذا معنى ايش؟ لو تلاحظ هذول 3 points A و B و C، ال point A وال point B وال point C كلهم ليهم نفس الارتفاع وكمان هم بنفس الفلويد اللي هو density rho 1،
فمعناها ايش؟ معناها البريشر تبع تبع الـ A هو نفسه البريشر تبع الـ B وهو نفسه كمان البريشر تبع الـ C. تمام؟ PA بتساوي PB بتساوي PC. تمام؟ عنده نفس الفلويد ونفس الدبث. طب هلا لو شفنا الـ point C والـ point E هل هم ليهم نفس البريشر يا ترى؟ هتلاحظ لا، انه الـ point C والـ point E صح انهم مغمورين بنفس الفلويد ولكن هم ليسوا عن نفس العمق، صح؟ فهتلاقي ايش؟ انه البريشر تبع تبع البوينت سي لا يساوي البريشر تبع البوينت اي. بسبب ايش؟ بسبب ايش السبب تبع هذا الكلام؟ انه الارتفاع الاتش تبع البوينت سي لا يساوي الارتفاع تبع البوينت اي. مش في اختلاف في بالعمق تمام او بالارتفاع. اوكي؟ فاختلاف العمق هذا حيؤدي الى ايش؟ الى اختلاف البريشر. اوكي؟ هلا خلينا نقارن بين البوينت دي والبوينت اي. هتلاحظ ان البوينت دي والبوينت اي عندهم نفس الارتفاع ولكن او خلينا نقول نفس العمق the same depth ولكن هتلاحظ انه البوينت دي مغموره بفلويد مختلف عن البوينت اي. فمعناها ايش؟ انه البوينت دي البريشر تبعها عندك بي دي لا يساوي البريشر ات اي بي اي. وهذا سبب ايش؟ بسبب انه الدنسي تبعيه الفلويد 2 لا تساوي دنسي تبعيه الفلويد 1. اوكي؟ لانه فلويد مختلف. اوكي؟ لو كانت الدنسي متساويه معناها هم نفس الفلويد. تمام؟ فما بدي اعتمد على هذا الكلام. فعندك الرو 2 انا لا تساوي، هذا بسبب انه الرو 2 لا تساوي رو 1. اوكي؟ ممتاز. فهذا هو تطبيق على قانون باسكال. هيك عرفنا كيف يعني نميز النقاط اللي لها نفس البشر وعرفنا كيف يعني نقارن بيناتهم انه اذا كان هنا بشر متساوي او ما كان متساوي. تمام؟ وغالبا يعني كل واحنا اصلا عارفين هذا الكلام، كل ما كان العمق اكبر، لو تشوف من القانون هذا كل ما كان عندك العمق اكبر معناها انت عندك بشر اكبر، صح؟ وكل ما كان الدنسي اعلى، يعني مثلا فلويد كثافته اعلى معناها عندك بشر اعلى. اوكي؟ فهيك عرفنا كيف يعني نعرف البشر اكبر ومن اصغر وهيك. اوكي؟ بحيث انه البوينت اي والبوينت سي، البوينت اي هاز بشر هاير ذان بوينت سي، يعني عندك هنا بي سي عندك بي اكبر من بي سي، وعندك هنا دي و اي على اعتبار انه مثلا الرو 2 اكبر من رو 1 معناها البشر ات دي اكبر من بشر ات اي. تمام؟ ممتاز. فهذا هو قانون باسكال، هذا هو بكل بساطه. وهيك وهذا هو اساسيات قانون باسكال يعني نظريه. وقانون باسكال هذا مفيد يعني له تطبيقات عمليه كويسه. من هذه التطبيقات هو استخدام هذا القانون عشان نرفع فيه يعني اوزان ثقيله. لو كان عندك مثلا سياره او كان عندك مثلا اي جسم ثقيل، طائره مثلا او اشياء هذه، نقدر نستخدم مبدا قانون باسكال هذا عشان نصنع رافعات، رافعات قوية تقدر ترفع أوزان ضخمة جدا. تمام؟ فهذه الرافعات هذه أوكي؟ بنسميها إيش؟ يعني خلينا نشوف أول شيء رسمتها. شوف لك التالي. يكون عندك وعاء هيك على شكل يو. له فتحتين. له فتحتين. أوكي. الفتحة الأولى هنا ضيقة. شلون؟ بينما الفتحة الثانية هنا واسعة. فعندك هنا هتلاحظ انه في عندك هنا اول واحده فينا مساحه A1 وعندك هنا مساحه A2 كروس سكشن اريا يعني. فبيكون في عندك هنا بالجهاز هذا بيكون في مكبسين، في هنا بيستون مكبس وفي عندك هنا مكبس ثاني. فبيكون داخل هذا الجهاز مملوء بفلويد، يعني يكون عندك هنا في فلويد. تمام؟ ما هي المنطقه هذه هيك هذا. اوكي؟ فا ايش لا ايش اللي حيحصل؟ انه انت عندك هنا في عندك الاول بيستون له مساحه A1 وعندك ثاني بيستون له مساحه A2. اوكي؟ فمبدا العمل انه انت ايش هتساوي؟ انت هتروح تطبق فورس على الجهه الصغيره. شايفين الجهه الصغيره هذه؟ هتطبق عليها فورس اسمها F1. اوكي؟ حلو؟ فالضغط هذا بين انا عم اضغط هنا على الجهه الاولى
فحيتكون لي فورس من الجهه الثانيه، لان الفلويد عم ينضغط من جهه فعم يطلع من الجهه الثانيه، فيتكون لي فورس بالجهه الثانيه هي اف 2. شايف شلون؟ بحيث انه ايش؟ بحيث انه في عندي في المكان الاول في عندي بشر اللي هو بي 1، وفي المكان الثاني في عندي بشر اللي هو بي 2. شايف شلون؟ فهتلاحظوا ايش؟ شايفين البوينت 1 والبوينت 2؟ يا ترى هل هم ليهم نفس البشر ولا ما لهم؟ هتلاحظ ايش؟ انه هذول التو بوينتس هاف ذا سيم هايت، صح؟ لهم نفس الارتفاع، هنا الارتفاع نفس الارتفاع هنا. وكمان ايش؟ الفلويد اللي بيناتهم، الفلويد اللي هم مغبونين فيه يعني از ذا سيم، يعني نفس الفلويد. فمعناها ايش؟ اذا كان عندك نفس الـ هايت ونفس الارتفاع، او نفس خلينا نقول نفس الدبث، ذا سيم دبث، وكمان عندك ذا سيم فلويد، معناها ايش؟ معناها مباشرة ذا سيم بريشر، صح؟ معناها انه عندك ال P1 تساوي P2، صح؟ معناها ايش هذا الكلام؟ احنا نعرف انه البريشر هو عبارة عن the force of the area، فهذا الكلام معناه انه F1 over A1 حيساوي F2 over A2. F1 over A1 بتساوي F2 over A2، تمام؟ فلو انت لاحظت هتلاحظ انه ايش؟ هتلاحظ انه الفورس اللي انت بتطبقها مثلا اذا كانت مثلا 5 نيوتن، الفورس الطالعه اللي هي F2 هتكون اضعاف اضعاف، هتكون اكبر بكثير من الفورس اللي طبقتها، تمام؟ فلو حصل انت من هذا القانون، من هذا الايكويشن، طلعت الريشو اللي هو F2 over F1، اوكي؟ بيطلع معك ايش؟ بيطلع معك انه F2 over F1 حيساوي ايش؟ حيساوي A2 over A1. شايف شلون؟ اوكي؟ فهتلاحظ ايش؟ انه عندك ال F2 يعني ممكن تقول انه الريشو of F2 to F1، يعني عدد الاضعاف تبعيت ال F2 بالنسبة ل F1، يعني كم مرة هي ضعفها، بتكون هي الريشو of A2 over A1، تمام؟ فمعناها ان انا كل ما كبرت هذا الريشو اللي هو كل ما خليت الـ A2 اكبر وخليت الـ A1 اصغر، مش هيكون عندي الـ الريشو تبعهم اكبر، هيكون عندي الريشو اوف ذا فورس اكبر. فهمت شلون؟ فمعناها مثلا لو كان عندك هذا الريشو قيمته مثلا 5، معناها انه الـ F2 اكبر من الـ F1 بخمس اضعاف. فهمت شلون؟ فهذا الريشو بنسميه ذا ايش؟ بنسميه ذا ايديال ميكانيكال ادفانتج، ايديال ميكانيكال ادفانتج، اوكي؟ اسم طويل يعني، بس يلا ذا ايديال ميكانيكال ادفانتج، اوكي؟ ايديال ميكانيكال ادفانتج، حلو؟ وهذا الجهاز اللي احنا شفناه هذا هو اللي احنا بنسميه بالرافعه الهيدروليكيه او الهيدروليك ليفت، صح هيك كده صح؟ لا لا فيه هيدروليك ليفت او الرافعه الهيدروليكيه، وهذه يعني قلنا استخدامها بيكون في رفع الاوزان الثقيله، مثل لو كان في عندي سياره مثلا، او كان في عندي مثلا طائره او اي شيء من هذا القبيل، يعني بامكاني ارفعها بقوه بسيطه باستخدام هذا المبدا. شايف شلون؟ فهذا هو تطبيق مبدا باسكال او قانون باسكال باختراع الهايدروليك ليفت، تمام. هيك كان يكون الحمد لله تكلمنا عن اساسيات موضوع البشر، عرفنا ايش انواع، وعرفنا قانون باسكال واستخدامه. هلا هنتكلم عن كيفيه قياس البشر. احنا قلنا انه احنا في عندنا اكثر من نوع من البشر، قلنا انه في عندنا ابسولوت بريشر، وفي عندنا جيج بريشر، وفي عندنا فاكيوم بريشر، صح؟ فمعنى هذا انه لازم يكون في عندي اجهزه تقيس هذول البشرز، يكون في عندي اجهزه معينه تقيس الابسولوت، اجهزه اخرى تقيس الجيج، اجهزه تقيس الفاكيوم، فبيكون في عندي ايش؟ اجهزه مختلفه بتقيس لانواع مختلفه من البشرز، اوكي؟ فهذا راح نتكلم عنه في هذه البوينت ان شاء الله، اللي هو البريشر ميجرمنت ديفايسز، اوكي؟ البريشر measuring devices.
فهنتكلم هنا عن انواع الاجهزه اللي بنستخدمها لقياس الضغط، وقلنا انه كل جهاز منهم حيكون متخصص في قياس نوع من انواع الضغط. يعني يكون في عندي اجهزه تقيس للجيج، اجهزه تقيس الفاكيوم، اجهزه تقيس الابسولوت وهكذا. تمام. فاول نوع من الاجهزه هنتكلم عنها اللي هو جهاز بنسميه الباروميتر. اول نوع اللي هو انتم غالبا كنتم سمعتوا عنه قبل هيك، اللي هو الباروميتر. ممتاز. فالباروميتر، ايش هو الباروميتر؟ الباروميتر هو جهاز يستخدم لقياس الاتموسفيريك بريشر. تمام. احنا قبل كنا نتكلم عن الاتموسفيريك بريشر انه هو كانه ثابت، ولكن في الحقيقه الاتموسفيريك بريشر بيتغير بتغير المكان. كل ما تغير ارتفاعك عن سطح البحر هيتغير عندك الاتموسفيريك بريشر، فبالتالي انت تحتاج الى جهاز يقيس لك الاتموسفيريك بريشر في مكانك. تمام. فهذا الجهاز اللي هو الباروميتر، هو هذا استخدامه، يستخدم لقياس البي اتموسفيريك بريشر. اوكي. فكيف آلية عمله، كيف شكله هذا الجهاز؟ الجهاز هو عبارة عن ايش؟ عن وعاء. هذا شكل وعاء. اوكي. وهذا الوعاء في انبوبة مقلوبة جوا، يعني في عندك الانبوبة هيك عاملة. اوكي. وهذا الوعاء هتلاقي ايش؟ مملوء بسائل او مملوء بفلويد. هذا الفلويد غالبا بيكون زئبق، يعني بيكون مملوء زئبق. يعني بيكون مملوء هذا الشكل زئبق. هذا الشكل يكون زئبق. وهتلاقي جوا هذا الانبوب، هتلاقي الزئبق تبعنا مرتفع لفوق شوي. اوكي. هتلاقي مرتفع لهنا هيك تقريبا. اوكي. وفوق هذا فوق هذا الزئبق، هذا فوق العمود تبع الزئبق هنا، المنطقه اللي فوقه هذه اللي فيها ايش؟ فيها فاكيوم، فيها فراغ. هنا جوا هنا في عندك فاكيوم. فاكيوم هيك تنكتب ولا يوين؟ بس اتوقع هيك، ان شاء الله يكون هيك. الله يسلم. فعندك جوا هذا المكان عندك هنا فاكيوم. تمام. فمن منظر هذا الجهاز، اوكي، هتلاحظ ايش عندك هنا؟ مثلا عندك البوينت هذه البوينت هنا اللي بنفسجي، هذه البوينت ايش البشر اللي عندها؟ البشر اللي عندها هو البشر اللي فوقها. ايش في عندها؟ ايش فوقها هي؟ ما في غير الاتموسفير، صح؟ فالبشر عنده هو ايش؟ هو البي اتموسفيرك، صح؟ اتموسفيرك بشر. اوكي. فطلع النقطة هذه، شايفين هاي النقطة اللي بالنص هذه؟ احنا ما شايفينها حتى الآن، هذه الخضرة. هذه النقطة خلينا نسميها مثلا بوينت 1. اوكي. فيها البشر، بشر 1. ايش علاقه البشر 1 بالبشر الاتموسفيريك؟ هذول التو بوينتس اون ذا سيم هايت، وكمان ايش؟ ذا سيم فلويد. معناه ايش؟ البشر اللي في هذه النقطه الخضراء هو نفس الاتموسفيريك بشر، صح؟ معناها لو انا حسبت البشر في هذه النقطه حيكون هو نفسه الاتموسفيريك بشر. شايفين شلون؟ فمعنى هذا الكلام انه لو كان عندي عمود الزئبق هذا مرتفع بارتفاع مقداره اتش، فالبشر عند هذه البوينت اللي هو خلينا نسميه مثلا بي 1 حيساوي ايش؟ قلنا رو جي اتش، صح؟ قلنا فوق هذا العمود هذا في فاكيوم فما في اتموسفيرك بشر، فبي 1 بيساوي ايش؟ رو جي اتش. تمام. وهذه الرو هي رو اوف ذا ميركوري غالبا، فتكون رو اتش جي اللي هو الزئبق يعني. تمام. وهذا البشر قلنا قيمته هي الاتموسفيرك بشر، فهذا بيساوي البي اتموسفيرك. شايف شلون؟ فبالتالي معناها ايش؟ معناها لو كان عندي اي، لو كان عندي هذا الجهاز في اي مكان، بمجرد ما اني انا اقيس ارتفاع عمود الزئبق هذا اقدر مباشره باستخدام هذه المعادله رو جي اتش اطلع ايش؟ الاتموسفيرك بشر في هذه النقطه. بكل بساطه مجرد تعويض مباشر، بعوض في الهايت اوف ارتفاع تبع عمود الزئبق هذا. تمام. فبيطلع معايا انه هو كثافه، الكثافه هي كونستنت والجي هي كونستنت، فبيطلع معايا الاتموسفيرك بشر في هذا المكان. تمام. فمبدا بسيط الحمد لله، وتطبيق على القانون جدا بسيط. اوكي.
فهذا هو أول نوع من أجهزة قياس الضغط اللي هو قلنا الباروميتر. أوكي. الفلويد اللي فيه ممكن يكون أي فلويد ثاني، لكن غالبا بيكون هو الميركوري اللي هو الزئبق. تمام. فهل هنتكلم عن الجهاز الثاني؟ الجهاز الثاني هو بنسميه المانوميتر. المانو ميتر. المانوميتر هو ايضا كمان جهاز لقياس الضغط، ولكن هذا الجهاز يستخدم لقياس البريشر ديفرنس. يعني لو كان عندي اي تو بوينتس اقدر اوصل المانوميتر فيهم عشان يقيس لي اختلاف الضغط بيناتهم. فهذا الجهاز وظيفته او هو يساهم قياس الديفرنس ان بريشر اللي هو ممكن اسميه مثلا دلتا بي مثلا. فهو هذا المانوميتر وظيفته هو قياس الديفرنس ان بريشر. لو كان عندي مثلا بايب معين وبدي اقيس الديفرنس ان بريشر بين بدايته ونهايته، اروح اوصل المانوميتر، هذا المانوميتر بيطلع لي القراءه تبعيته هي الديفرنس ان بريشر بين ذيس تو بوينتس. اوكي. فالمانوميتر هذا شكله كالتالي. المانوميتر شكله كيش، بيكون غالبا كيوتيوب هيك، كأنبوب على شكل حرف يو. تمام. اوكي. يوتيوب يعني أنبوب على شكل حرف يو، مو موقع يوتيوب عم تشوفوا عليه. اوكي. ف غالبا هيك بيكون شكله، على هيئة أنبوب هيك ملفوف. تمام. وهذا الأنبوب بيكون يعني ممكن يكون مملوء بفلويد واحد، فلويد واحد من اول لاخر، او ممكن يكون يعني في اكثر من فلويد، ما في اي مشكله يعني. فهذا المانوميتر جهه منه توصل بشيء وجهه توصل بشيء. فممكن هذا الجهه اليسرى هذه توصل مثلا في كونتينر معين، عندنا كونتينر معين في غاز هنا، في عندنا غاز مثلا، وبداخل البشر اللي جوا. والجهه الثانيه ممكن تكون يعني للاتموسفير، تكون موصوله بالاتموسفير. تمام. فتكون عندي هنا مثلا اتموسفيرك بشاطه بي اتموسفيرك مثلا، او تكون موصوله باي شيء ثاني، ممكن اي كونتينر اخر او اي شيء. تمام. فعندنا هنا هذا يكون الفلويد هيك متصل مع بالمكان هذا كله. تمام. حلو. فهذا حتلاحظ ايش هذا المانوميتر لو بنطلع عليه، عشان نقدر نتعامل معاه ونعرف نحسب القراءه تبعيته، هتلاحظ انه مع اختلاف البريشر بين ذيس تو بوينتس، هتلاقي في عندك جهه في المانوميتر مرتفعه اكثر من جهه. شايف شلون؟ في عندي هنا جهه مرتفعه لفوق وجهه منخفضه تحت، صح؟ في عندنا ارتفاع يعني في فرق بالارتفاع بيناتهم، في عندي هنا بين النقطه هذه والنقطه هذه، في عندنا ارتفاع مقداره اتش. شايف شلون؟ هيك عندك هذا الارتفاع هيك، فعندك ارتفاع بيناتهم، فرق الارتفاع بيناتهم مقداره اتش. فهذا الفرق جاي من ايش؟ جاي من اختلاف في البريشر بين ذيس تو بوينتس. انه في جهه ضاغطه بقوه اكثر من الجهه الثانيه، ففي جهه كابسله تحت اكثر من الثانيه، فيكون في عندي اختلاف بالارتفاع. شايف شلون؟ فانا لو عندي اي مانوميتر مثل هذا المانوميتر وبدي اعمل عليه حساباتي، يعني لو اجى وقال لي بيستخدم هذه الرسمه، قال لي احسب البريشر اللي هو جوا هذا التانك تبع الغاز. فانا كيف ممكن اتعامل معه؟ اتعامل معاه باستخدام يعني معلومتين، معلومتين احنا نعرفها. اول معلومه اللي هي ايش؟ اول معلومه اللي هي قانون باسكل. قانون باسكل لو كان عندي اني تو بوينتس ليهم نفس الهايت، تمام، وكمان يعني اون ذا سيم فلويد، ان ذا سيم فلويد، معناها هذا سيم بريشر. فاول قاعده هتكون عندنا لو كان عندك ذا سيم هايت، يعني اتش 1 بتساوي اتش 2، وكمان عندك الرو 1 تساوي رو 2، او ممكن بدل هذا الرو 1 والرو 2 ممكن تقول انه بس بكل باختصار انه سيم فلويد. اوكي. هذا مباشره يعني زي ما احنا قلنا يعني هذا الكلام يعني انه هذول تو بوينتس هاف ذا سيم بريشر، بي 1 يساوي بي 2. مثال على هذا الكلام، لو كان عندي هنا بوينت، اوكي، هذه بوينت خلينا نسميها مثلا بوينت 1، وهنا عندي بوينت 2. اوكي، خلينا نشوف لون ثاني مثلا بالابيض هنا. هذه عندك بوينت 1 وعندك هنا بوينت 2.
هذول 2 بوينتس هتلاحظ هذول 2 بوينتس ايش مالهم؟ يعني هاف ذا سيم هايت على نفس المستوى لانه وكمان اون ذا سيم فلويد هتلاقي في فلويد واحد بيوصل بيناتهم فمعنى هذا ايش؟ انه بي 1 بتساوي بي 2 البريشر في البوينت 1 هذه البي 1 بيساوي البي 2 تمام؟ البريشر اون ذا سيم اوكي؟ فهذه اول حقيقه بستخدمها في حل مسائل المانوميتر اوكي؟ ثاني يعني معلومه بستخدمها انه لو كنت انا يعني بتحرك من نقطه لنقطه وكان عندي نقطتين نوت ذا سيم هايت يعني كان عندي مثلا النقطه هذه اللي هي 2 وكان في عندي نقطه فوق مثلا هنا فوق على السطح هذه مثلا نسميها 3 اوكي فلو حصل انا عم اتحرك من نقطه الى نقطه مثلا عم اروح من 2 الى 3 اوكي فايش اسوي في الحاله هذه انا بعرف ايش احنا نعرف انه كل ما احنا نزلنا تحت البشر بيزيد صح وكل ما احنا طلعنا فوق البشر بيقل فمعنى هذا الكلام ايش انه لو انا كنت عم اروح من اي من نقطه من مثلا من from 2 to 3 مثلا يعني انا عم اروح moving upward يعني اف اذا كنت عم اتحرك الى اعلى اذا كنت عم موف اب اوكي عم اروح من تحت لفوق يعني لما اطلع لفوق البشر يقل صح لما موف اب معناها ايش البشر ديكريسز صح ديكريسز معناها ايش اللي بسويه هلا لما الاقي انه مش ديكريسز اللي بعمله اني بنقص رو جي اتش بنقص رو جي اتش انه البشر بيقل فبنقص البشر هذا اللي هو رو جي اتش اوكي لكن لو حصل كان في عندي العكس وكنت عم انزل لتحت لو كنت عم انزل ذا موف داون اذا عم انزل لتحت معناها البشر بيزيد فايش عم ايش معنى هذا الكلام معناها انه البشر increases وهذا معنى ايش معنى اني انا حزود بشر فمعنى حزود رو جي اتش شايفين شلون حتى الان شايفين تمام فهذول المعلومتين كيف استخدمهم يا ترى دائما في اي سؤال للمانوميتر حيكون معطيك نقطة معينة هي مجهول هي البشر اللي مطلوب تجيبه مثل في الحالة هذه مطلوب لك بشر اللي هو جوا الغاز كونتينر وهيكون في نقطة ثانية في آخر المانوميتر معطيك بشر معروف يعني مثلا في الحالة هذه يكون معطيك الاتموسفيريك بشر فايش اللي بسوي أنا؟ ببدأ من الجهة اللي أنا عارفها وبقعد بمشي مع امتداد المانوميتر بمشي 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 هيك مع امتداد المانوميتر حتى أوصل للنقطة تبعيتي اللي هي النقطة اللي احنا بنجيبها اللي هي مثلا المجهول تبعنا اللي هو البي جاز في الحالة هذه لما اوصل النقطة هذه ساعتها بيكون طلع معايا البشر تبعي اوكي فمثال على هذا من الكامل عم اعمله هون يعني اذا طلب مني البشر اوف ذا جاز هنا اللي هو في هذه النقطة تمام هنا اوكي فايش اللي بساوي انا عندي معروف هو اتموسفيرك بشر اوكي عندي هذا عندي هاي النقطة معروفة ايش اللي بساوي؟ بتحرك من عند هذيك النقطة للنقطة اللي عندي اياها. فأنا بادئ في النقطة 3. بادئ عند بوينت 3. فأنا كان عندي في البداية بي 3. اوكي؟ بعدها أنا بدي أتحرك فعشان أكمل طريقي أنزل لتحت، صح؟ بنزل لتحت هيك. فلما أنزل لتحت قلنا ايش اللي بيصير؟ ذا بريشر انكريسز. فمعناها بزود رو جي اتش. فاللي هساوي أني عندي بي 3 بعمل جنبها زائد رو جي اتش تمام ممتاز هلا انا وصلت هذه النقطه من هذه النقطه هلا بتحرك الى البي 1 بلاحظ ان عندي هلا البوينت 2 والبوينت 1 نفس الارتفاع ونفس الفلويد فمعناها نفس النقطه اللي هم نفس البشر معناها بتحرك هيك مباشره بده نفس البشر فمعناها ان هيك انا وصلت للنقطه تبعيتي المجهوله اللي هي البي جاس تبي شلون فهذا انا بس وصلت لهذه الخطوه خلاص انا هيك وصلت للمطلوب تبعي فهذا كله يساوي البي جاس شايفين شلون الطريقة؟ أني ببدأ من البشر أنا بعرفه وبتحرك على امتداد المانوميتر حتى أوصل للمجهول تبعي اللي هو بيطلع معي مباشرة اللي هو مثلا البي جاس في الحالة هذه كانت تمام؟ فهلا خلينا نشوف لنا بعض الأمثلة أوكي؟
هلا خلينا نشوف امثله على المانوميتر وخلينا نحل شويه امثله عشان نطبق اللي احتلنا قبل شويه. فعندك سؤال بعطيك هذه الرسمه قال لك هذا كونتينر هذا كونتينر في جوا غاز هذا كونتينر موصول بايش بمانوميتر بهذا الشكل هيك ممكن نضبط شكله بس عندك هذا هو المانوميتر وهذا المانوميتر مملوء بفلود بالشكل هذا عندك في فلود من هنا لهنا هيك هذا فلود ايش قال لك اشياء قال لك اذا كان الاتموسفير كبشه هذا اكزامبل بكتاب اكزامبل 35 كتاب فاعطاك ايش قال لك اذا كان الاتموسفير كبشه قال لك انه البي اتموسفير قيمته بتساوي 96 كيلو باسكال 96 كيلو باسكال وقال لك هذا الفلويد البرتقالي هذا هذا الفلويد قال لك له سبيسيفيك جرافيتي الاس جي تبعيته سبيسيفيك جرافيتي تبعيته بتساوي ايش بتساوي قيمتها 0.85 اوكي وهذا الفلويد الارتفاع هذا قال لك الارتفاع من هنا هيك قال لك هذا الارتفاع من هنا لهنا اتش قيمته بتساوي اتش بتساوي 55 سنتيمتر 55 سنتيمتر المطلوبة لو السؤال قال لك find the pressure inside the tank يعني جوا التانك هنا قال لك جيب أو find ال P of the gas تمام اللي هو هنا جوا التانك ممتاز فخلينا نبدأ بحل السؤال هذا فبسم الله أول شيء نسويه في حل أي سؤال نطلع على الرسمة ونطلع على المعطيات اللي عندنا إياها فأول شيء هو كان مطلوب هو أن نجيب البشر إنسايد اللي هو إنسايد التانك اللي هو بي أوف ذا غاز فإحنا نعرف أنه الغاز بيضغط على كل الأسطح بنفس الضغط يعني لو عندك مثلا هواء جوا غرفة فبيضغط على كل الجدران وعلى السقف وعلى الأرضية بنفس الضغط أوكي فهذا الغاز هنا هتلاقيه بيضغط على الجدران هذه كلها ضغط 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 ومن هذه الأسطح يضغط عليها هو هذا السطح اللي هو السطح تبع الفلويد تمام اللي هو هذه النقطه اللي خلينا نسميها مثلا بوينت A مثلا اوكي حلو فالبريشر اوف ذا غاز هذا هو نفسه البريشر ات بوينت A صح بس البريشر A فاذا انا طلعت البريشر ات بوينت A هيك انا مباشره طلعت البريشر اوف ذا غاز اللي هو المطلوب تبعه فهلا خلينا نطلع الموتات اللي احنا عندنا اياها عندي السؤال اعطاني اول شيء الاتموسفير كبشه اعطاني قيمته 96 كيلو باسكال فانا بقول لما يعطيني اي سؤال في مثلا قيمه بالكيلو بالميجا او هيك احولها الى الوحدات الاساسيه فعندنا قيمه الاتموسفير كبشه هي 96 كيلو باسكال فهي بتساوي 96 تايمز 10 تو باور 3 باسكال 96 اللي هو الكيلو 10 باور 3 فهي 96 10 باور 3 باسكال اوكي ثاني شغله اعطاني سبيسيفيك جرافيتي لو تتذكروا ايش هي سبيسيفيك جرافيتي كنا احنا سبيسيفيك جرافيتي هذه نقدر منها نطلع قيمه الدنسيتي اوف اني فلويد صح عشان اطلع الدنسيتي اوف فلويد ايش بساوي الدنسيتي اوف فلويد مثلا الرو اوف فلويد هتساوي ايش هتساوي سبيسيفيك جرافيتي مضروبه ب الدنسيتي اوف ووتر
density of water. اوكي فمعناها ايش؟ انه هو معطيني specific gravity وانا بعرف ال density of water is a constant هي 1000. فهذا معناه انه احنا هيك نطلع ليش ال density of the fluid. اوكي فهيطلع معنا ايش؟ انه ال density ال raw تبعت هذه المادة ال raw of the fluid هتساوي ايش؟ هتساوي 1000 مضروب 0.85 1000 مضروبة ب 0.85 اللي هي بتساوي كم؟ 850 الوحدة ايش؟ اللي هي كيلو جرام بير متر كيوب تمام؟ فهذه هي وحدة ال او هذا هو ال density of this fluid اللي هي 850 كيلو جرام بالمتر كيوب ممتاز فبعد هذا اعطاني الهايت اعطاني اللي هو 55 سنتيمتر فنفس الشيء قلت انه احنا خلينا نحولها الى الوهات العاديه ف 55 سنتيمتر معناها بتساوي كم بتساوي 0.55 متر تمام فيكس عندي هلا كل شيء بالوهات القياسيه اوكي فهلا خلينا نبدا ونطلع الايش المطلوب تبعنا اللي هو البريشر اوف ذا غاز فلو تلاحظوا لما اعطاني الاتموسفيريك بريشر هذا الاتموسفيريك بريشر يعني وين مكانه بالضبط في هذه الرسمه مكانه هنا صح مكانه فوق على اليمين هنا هنا في عندي في اتموسفيريك صح انه هذه الجهه مفتوحه على الهواء فهنا البريشر هو الاتموسفيريك بريشر عندنا هنا فوق على اليمين هو الاتموسفيريك بريشر واحنا قلنا عشان نحل مسائل المانوميتر ببدا من نقطه انا عارف البريشر فيها واتحرك على مدى المانوميتر حتى اوصل للنقطه المجهوله تبعيتي اوكي فبسم الله نبدا بايش نبدا في النقطه المعروفه عندنا اللي هي اتموسفيريك بريشر فاول شيء ابدا اكتب البريشر عنده اكتب ابدا عند ايش البي اتموسفيريك صح فاكتب بي اتموسفيريك ممتاز فانا بادئ عند هذه النقطه هلا ابدا اتحرك على مدى المانوميتر حتى ما اوصل على المجهول تبعي فمن هذه النقطه اتحرك لتحت صح بنزل لتحت بنزول هيك لاسفل فانا لما انزل ايش اللي بيصير في البريشر البريشر لما بنزل البريشر بيزيد صح فمعناها انا حزود عامل زائد رو جي اتش تمام فازود رو جي اتش انزل لتحت ممتاز هل عند هذه النقطه هلاحظ انا عندي النقطة اللي هاي اللي وصلت عندها والنقطة اللي هي عند البوينت A فيهم نفس الفلويد ونفس الهايت فمنها اقدر امشي مباشرة من يمين يسار هيك فهيك انا وصلت على ايش؟ على النقطة تبعيتي صح؟ هيك انا وصلت على النقطة مجهولة والان وصلت له هذا يساوي البشر المطلوب اللي هو ال P of the gas P gas ممتاز هلا بلاحظ انه كل شيء عندي هنا موجود عندي اتموسفيريك بريشر عندي اياه عندي الدنسيتي عندي جي وعندي اتش اقدر اطلعها بكل سهوله ما بطلعها فبيصير عندي انه ذا بريشر اوف ذا غاز يساوي البي اتموسفيريك اللي هو من قيمته بكم 96 تايمز 6 باور 3 باسكال فعلا هنا ايش 96 times 10 to power 3 باسكال هذا كله زاد رو جي اتش رو هي الدنسيتي اللي احنا قلنا كم قيمتها؟ قلنا 850 فتكون 850 مضروبه في ايش؟ في جي اللي هي 9.81 تمام هذه كلها مضروبه بالهايت اللي هي كم الهايت اوف ذس بوينت اللي هي هذه الاتش هذه الصفرة قيمتها قلنا 0.55 متر فتايم 0.55 متر فبيطلع لنا قيمة هذا البشر بيساوي قيمته بتساوي 100.6 تايمز 10 تو باور 3 باسكال
ممتاز. وهذه هي قيمة البريشر المطلوب بالسؤال 100.6 times 10 to power 3 باسكال. ممتاز. وهذه هي نهاية هذا السؤال. وخلينا نشوف هلا مثال ثاني على نفس الفكرة، نفس الفكرة المانوميتر يعني. فعندك هذا اكزامبل اللي هو بالكتاب اكزامبل 3.6. معطيني مثلا هذا الشكل، عندي في تانك، هذا شكل انا تانك، هذا التانك موصول بمانوميتر بهذا الشكل هيك. هذا هو المانوميتر، ممتاز. فعندك هذا هو المانوميتر تبعنا، شكله شوية أكبر يعني. وعندك هذا التركيبة هذه يعني مملوءة فلويد بهذا الشكل. عندك هنا أول شيء التانك هذا نفسه مملوء، هذه المنطقة كلها بهذا الفلويد هيك حتى النقطة هاي هيك. هذه النقطة كلها مملوءة بهذا الفلويد هيك. هذا الفلويد أخضر لنسي تبعيته اللي هي هذه هي رو 1. عندك بعدها المنطقة اللي بعدها من هنا إلى هنا، هذه المنطقة كلها مملوءة بالفلويد الثاني الدنس تبعيته، هذا الرو تبعيته هي رو 2. وبعدها في عندك المنطقة اللي بعدها هذه المنطقة البرتقالية هاي هيك حتى هنا، حتى هنا، حتى هذه النقطة، هذه هي الرو تبعيتها هي رو 3، رو 3. فعندنا هنا المانوميتر هذا مملوء ب 3 فلويدز، فعندنا 3 فلويدز كل فلويد له دنسي مختلفة، تمام؟ أعطاني إيش بالسؤال هذا؟ أعطاني هذه الرسمة، وقال لي في عندنا أكثر من هايت في الرسمة هذه، في عندك أول شيء عندك هذا الهايت، الهايت تبع هذا التاك من هنا لهنا. هذا قال لك هو H1، قال لك الهايت هذا جو من هنا إلى هنا هذا هو H2، وقال لك الارتفاع هذا على اليمين هذا هو H3. ممتاز. وأعطاني معلومات عن كل هذه التركيبة، قال لي إيش؟ قال لي ال كالتالي، أعطاني قال لي ال رو 1 تساوي 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. أعطاني رو 2 تساوي، أعطاني 850 كيلو جرام بير متر كيوب. وبعدها عندك رو 3 طيب كمان قيمتها تساوي 16600 كيلوغرام في متر كيوب. ممتاز. هل عندك الهايتس كما اعطاني اياها؟ قال لي ال H1 تساوي 0.1 متر، ال H2 تساوي 0.2 متر، وال H3 تساوي اعطاني 0.35. حلو، فاعطاني كل الدنسيتيز واعطاني كل الهايس اللي احتاجها. كما اعطاني اخر معلومه، قال لي الاتموسفيرك البشر في هذا المكان، البي اتموسفيرك تساوي ايش؟ 85.6 كيلو باسكال. كيلو
تاسك تمام. والمطلوب في السؤال هذا قال لي find the pressure of the air inside the tank. هذا التانك في جوه هنا في عندنا هواء، فقال لك جيب البشر اللي هو في هذا الهواء اللي هو هنا، قال لك جيب البشر اللي هنا اللي هو P of the air. فهذا هو المطلوب في السؤال ونبدأ بالحل. بسم الله. فايش اللي بنساوي احنا كالعادة؟ اللي بنساوي اول شيء بطلع على الموتات عندي اياها. عندي الدنسيتيز بوحداتهم كويسه ما فيها مشاكل، الهايس كان بالمتر تمام، لكن البي اتموسفيرك هذه عندي اياها بالكيلو باسكال، فعشان احولها للباسكال بخليها ايش 85.6. الكيلو هي 10 تو باور 3 فهي تايمز 10 تو باور 3 باسكال. هيك تمام ممتاز. هلا اروح اشوف وين البريشر اللي انا معروف عندي وين البريشر المجهول، يعني وين البريشر المعروف اللي انا اقدر ابدا من عنده وين النقطه بدي اوصل لها. حلو. فبلاحظ انه هو اعطاني الاتموسفيرك بريشر، فوين هو الاتموسفيرك بريشر؟ هو موجود على المكان المفتوح في المانوميتر اللي هو هنا على اليمين، اللي هو هنا هنا في عندي بي اتموسفيرك. ممتاز. فانا كيف احل هذا السؤال؟ ابدا من الجهه اللي انا بعرفها وبتحرك على مدى المانوميتر حتى اوصل للنقطة انا بدي اياها. تمام. فبسم الله نبدا بالحل. فبسم الله الحل كالتالي، قلنا النقطه اللي احنا بنعرفها هي ايش؟ هي الاتموسفيرك البشر اللي هي هناك على اليمين، فبدايتها تكون عند البي اتموسفيرك. فاقول له البي اتموسفيرك واكمل. بدأت عند البي اتموسفيرك وحنزل هلا بنزول لتحت، فحنزل لتحت من هنا هيك، هذه نقطة حنزل لتحت من عند البي اتموسفيرك بنزل لتحت هيك لتحت، نزلت هذه المسافة. فأنا لما أنزل لتحت إيش بيصير في البريشر؟ البريشر بيزيد صح؟ فلما أنزل البريشر بيزيد، فأنا إيش اللي حيصير؟ حيصير عندي هنا زائد رو جي اتش، لكن اي رو جي اتش انا عندي هنا الهايت هو اتش 3 والفلود اللي انا فيه هو رو 3 صح، فساعدني بلس رو 3 جي اتش 3 تمام، رو 3 جي اتش 3 تمام. وصلنا هلا للنقطه هذه اللي هي اخر سهم الوردي هذا. هلا بلاحظ عندي على هذا المستوى هيك في عندي التو بوينتس عندهم نفس الارتفاع ونفس الفلوت اللي هو رو 3، فامسي مباشره من اليمين اليسار هيك الى النقطه اللي بعدها. تمام. من هذه النقطه هلا اقدر اطلع لفوق، فبطلع من فوق المسافه اللي هي اتش 2، بطلع من هنا لهنا هيك، بطلع لفوق هيك تمام. فهذا الارتفاع اللي انا زدته هو اتش 2 اوكي، وانا عم اطلع لفوق، فلما اطلع لفوق معناها ايش بيصير فيه؟ البشر بيقل، فلما البشر بيقل بعمل ناقص ماينس رو جي اتش، لكن عندي هنا ايش هي الاتش؟ هي اتش 2 تمام. اتش 2 وايش الدنسيتي؟ الدنسيتي الفلويد اللي انا ماشي فيه هو رو 2 صح، فعندي هنا ماينس رو 2 جي اتش 2 تمام. بس اوصل لهذه النقطه هلا، وصلت لهذه النقطه هلا ايش اللي فاسويه هلا؟ كمان بلاقي عندي هذه النقطه والنقطة اللي هيك المقابلة هنا اللي هم نفس الارتفاع ونفس الفلود اللي هو الرو 2 واصل بيناتهم، فأقدر أمشي مباشرة هيك، أمشي هيك مباشرة، شايف شلون؟ فأنا وصلت لهذه النقطة. بس وصلت لهذه النقطة بلاحظ إيش كمان؟ أنه عندي من هذه النقطة للنقطة اللي بعدها، للنقطة اللي على يسارها كمان هي التانك، بلاحظ أنه في عندي الفلود الأخضر هذا هو رو 1 كمان واصل لي بين هذه النقطة واللي مقابلها، فهم عندهم نفس الهايت ونفس الفلوت، فمعناها كمان اقدر امشي هيك صح؟ لانه عندي هنا التو بوينتس هذول هيك اللي هم كمان نفس الهايت والفلوت اللي واصل بيناتهم نفس الفلوت هو الفلوت الاخضر، فمعناها وصلت لهذه النقطة. ممتاز. هلا من هذه النقطة هلا اقدر اطلع لفوق عشان اوصل للبشر تبعي اللي هو بي اير، فلما اطلع لفوق ايش بيصير في البشر؟ اطلع لفوق البشر ايش بيصير فيه؟ ديكريسس تمام. فاللي حيصير في البشر هلا انه حيقل البشر كمان،
بس عندي ماينس رو جي اتش. فايش ال اتش عندي اياها هنا وايش الرو عندي اياها هنا؟ ال اتش هي اتش 1 هي اتش 1 اوكي، والرو هي الدنسيتي اوف ذس فلويد هي رو 1 تمام. هل انا وين وصلت؟ وصلت على المطلوب تبعي اللي هو بي اوف ذا اير. خلاص هيك انا وصلت، خلاص هذا هيك كله هذا يساوي البي اير اللي هو المطلوب في السؤال. تبي شلون؟ ان شاء الله تكون واضحه الفكره كيف احنا نمشي على مدى المانوميتر. وهلا بس اللي ظني اعوض، بس اعوض في الارقام عشان اطلع قيمه البي اير. فبيطلع معنا ان البشر اوف ذا اير يساوي ايش؟ البي اتموسفيرك اللي قلنا قيمتها 85.6 × 6³ هذا كله زائد رو 3 اللي قلنا 13600 في جي في اتش 3 اللي هي قيمتها 0.35 ناقص رو 2 جي اتش 2 ناقص رو 2 اللي هو اعطاك اياها ب 850 في جي 931 في اتش 2 اللي هي كم قيمتها 0.2 تعويض صار كل كم رد تعويض هذا بس. وهلا ضل عندي اخر تيم هو ماينس رو 1 جي اتش 1 هذا كله ماينس رو 1 اللي هي 1000 في جي في اتش 1 اللي هي قيمتها ب 0.1 هذا كله بعوض فيه بالحاسبة بيطلع معي قيمة البشر اوف ذا اير. قيمته هتكون 130 × 10³ باسكال ممتاز. وهذا هو مطلوب السؤال اللي هو بشر اوف ذا اير تمام. ان شاء الله تكون واضحة يا بهاي الفكرة. وكل مسائل المانوميتر يعني نفس الطريقة بالضبط، ما فيها أي أفكار ولا شيء، نفس المبدأ بالضبط. بيكون في عندي في مكان أو في جهة معروف البشر اللي فيها، وجهة ثانية هي المطلوب المجهول تبعي. فبمشي على مدى المانوميتر لحد ما أوصل على المجهول تبعي، وكيف طلعته. تمام؟ وهيك احنا الحمد لله حاليا مسألتين على المانوميتر. وهيك احنا خلصنا موضوع المانوميتر. الحمد لله. هلا في نهاية هذا الفيديو بس، هنتكلم عن آخر. اخر كم نوع من انواع ال pressure measurement devices اللي هو هل نتكلم عن بعده اللي هو جهاز رقم 3 اللي هو بنسميه البوردن تيوب. البوردن تيوب البوردن تيوب ايش هو؟ هو جهاز ميكانيكي تمام. هيك شكله. هو تركيبته انه هو عبارة عن انبوب، انبوب مجوف. وهذا الانبوب احنا عاملينه على شكل مثل ايش؟ مثل الخطاف. فشكله كالتالي، هيك عامل كأنه خطاف هيك. وهذا الخطاف بيكون مغلق من جهة، شايف شلون؟ فبتلاقي انه هو مفتوح من جهة ومغلق من جهة الثانية. اوكي، هذا الانبوب بيكون مجوف من جوا، يعني الكروس سكشن تبعه بيكون هيك شكله، هيك من جوا تمام، بتلاقيه من جوا مجوف يعني حلو. وهذه الجهه ايش اللي بيصير فيه؟ اني انا بروح على الجهه المفتوحه هذه وبطبق البشره تبعي، البشره تبعي اوكي. فهذا الجهاز تبعي البوردن تيوب ما تطبيق الضغط تبعي هذا حيبدا يتحرك، يعني كل ما تخبطت اكثر هتلاقيه يعني ايش يتحرك شوي، تبي شلون؟ كل ما كان ضغط اكبر تلاقيه بيميل اكثر بيميل اكثر. فاستخدام هذا الميل اقدر اركبه مثلا بمعير او بمؤشر يعني، وهذا المؤشر يحدد لي قيمه البشر.
فالبوردن تيوب هذا كجهاز يستخدم لقياس ايش؟ هتلاحظ انه هذا الجهاز لما ما يكون في عندي اي بريشر مطبق، لما يكون عندي على الهواء يعني، هيك يعني هواء بس موجود فيه، هيكون القراءة تبعيته بصفر. لو طبقت عليه شوية ضغط زيادة هيطلع لي قراءة أعلى. فمعناها انه ايش اللي بقيسه؟ بقيس البريشر above the atmospheric اللي هو ايش؟ بقيس لي الجيج بريشر. بقيس الجيج بريشر. تمام؟ فهذا هو وظيفة الجهاز هذا. وهذا الجهاز يعني غالبا يعني اكيد ان شاء الله هتعمل معنا تجربة بالفلويد ميكانكس لاب ان شاء الله. تمام؟ ممتاز. هذا هو الجهاز الثالث، ما في حسابات ولا شيء. مجرد كام نظري بسيط. انه هو بس عبارة عن انبوب مجوف. وهذا الانبوب يسمى مقياس الجيج بريشر. الجهاز اللي بعده، الجهاز الرابع، اللي هو نسميه ذا ترانسديوسرز. ترانسديوسرز اي دي اوكي، اعذوني على الخط يعني اسفين يعني. فالترانسديوسرز هم ايش؟ هم اجهزه الكترونيه. هم اجهزه الكترونيه وظيفتها انها بتحول الابلايد بريشر الى تاثير كهربائي. بتكون انت جبت الجهاز تبعك هذا، طبقت عليه شويه بريشر، فالجهاز هذا مصنوع بطريقه انه هو بيحول هذا البريشر الى اشاره كهربائيه او الى تاثير كهربائي. هذا التاثير الكهربائي بيتم يعني باستخدامه قياس البريشر. اوكي، والترانسديوسر هذول بيستخدموا لقياس الابسولوت بريشر. تمام؟ فانت شو ما كان عندك للبشر على هذا الجهاز حيقدر يقيسه، سواء اذا كان اكبر او اصغر من الاتموسفيرك. فمثلا هو بيقيس لك البشر with respect to the vacuum، يعني هو بيقيس ليش الابسولوت بريشر. اوكي، والترانسديوسرز هم قلنا هم الكترونيك. تمام، الكترونيك. ولهم اكثر من يعني نوع او اكثر من موديل يعني زي ما بيقولوا. في انواع كثيره للترانسديوسرز، مو مهم انك تعرف انواعهم يعني، هو مجرد يعني اطلاع ذاتي ممكن تقول، بس هم موجودين في السلايدات لو شفتوهم يعني. حتلاقي انه عندك الانواع كثيره، بايزو الكتريك، عندك في انواع اخرى ما بتذكر اسمائهم بالضبط. ممكن تشوفهم كاطلاع يعني، يعني هو مو مهمات يعني، بس لو بنعرف انه الترانسديوسرز هم اجهزه الكترونيه تحول الضغط المطبق الى اشاره كهربائيه او الى تاثير كهربائي، وهذا التاثير الكهربائي بيستخدم لقياس الابسولوت بريشر. تمام. هلا عندنا اخر نوع، كمان كلمتين على السريع، اللي هو اخر نوع من جزء قياس الضغط، اللي هو بنسميه ذا ديد ويت تيستر. الديد ويت تيستر ايش هو؟ هو اول شيء مكتوب في اسمه انه هو تيستر، صح؟ يعني هو مختبر. فهذا الجهاز هو اصلا جهاز مصنوع عشان نختبر فيه اجهزه قياس الضغط الاخرى. يعني مثلا لو كان عندي مثلا هذا البوردن تيوب، احتمال يكون عندي بوردن تيوب قديم يعني صار عندي مثلا 20 سنه. هذا البوردن تيوب ماني متاكد اذا كان لسه صالح للاستخدام او مو صالح للاستخدام. فهذا البوردن تيوب كيف اتاكد منه اذا كان شغال صح ولا ما كان شغال صح؟ اتاكد منه عن طريق الديد ويت تيستر. فالديد ويت تيستر هو مو جهاز لقياس الضغط قد ما هو يعني اداه لاختبار اجهزه قياس الضغط. تمام؟ فهو تيستر. وهذا الجهاز بتركب في اي جهاز بدك اياه، مثلا بوردن تيوب، ترانسديوسرز او غيرهم. وبتروح انت باستخدام الديد ويت تيستر بتروح يعني ايش؟ تتأكد او تتحقق من اذا كان الـ هذا الجهاز تبعك انت عم تختبره قراءته صحيحه او ما كان صحيح. تمام؟ ف الديد ويت تيستر كمان حتعمل تجربه في الفلويد لاب، وهتستخدموه عشان تتاكدوا من البوردن تيوب. فهتستخدموا انه التجربه هتكون انه ايش؟ كاليبريشن اوف ذا بوردن تيوب. فهتروح تستخدم الديد ويت تيستر عشان تختبر البوردن تيوب اذا كان هو شغال تمام او لا. اوكي؟ وممكن يعني كرسمته يعني كيف شكله، انه بيكون عباره عن وعاء. تمام، وعاء يعني حسب ما بنذكر شكله يعني
في هذا الوعاء هيك لأنه في جهتين يعني. جهة من الجهتين جهة تكون موصولة بالجهاز تبعك، يعني مثلا الجهة تكون موصولة بالجهاز تبعك، هي تركب الجهاز تبعك شو ما كان، سواء إذا كان بوردن تيوب أو كان ترانسدوسر أو شو ما كان. والجهة اللي هنا الجهة الثانية هتروح تطبق عليها، تكون في هنا بيستون، فبتطبق عليها بريشر ويل نو، بتروح انت تطبق بريشر انت عارفه بالضبط. يعني مثلا تروح تحط هنا بريشر مثلا البي ايكوال تو 10 مثلا 10 باسكال مثلا شيء بسيط يعني، فبتروح تطبق هنا 10 باسكال وبتشوف القراءة تبعيت هذا الجهاز. اذا الجهاز هذا مثلا اعطاك مثلا 9.9 باسكال معناها انه هذا الجهاز فيه شوية خطأ. تفهم شلون؟ لو مثلا الجهاز هذا اعطاك مثلا 10 باسكال معناه انه هذا الجهاز صحيح 100%. تفهم شلون الفكرة هذه؟ اني انا من الجهاز هذا، هذا الجهاز اصلا مليان فلويد من جوا يعني، في مليان فلويد عشان يوصل للبشر هذا. اوكي؟ هذا يعني رسم تقريبي يعني، الحقيقة يعني مختلفة شوية. بس هذه فكرته، انه الجهة اطبق فيها بشر انا عارفه بالضبط، والجهة الثانية هذه اروح اشوف قراءة الجهاز تبعي، إذا كانت صحيحة أو كانت خاطئة. وعلى حسب، إذا كانت صحيحة تمام، إذا كانت خاطئة ف يعني بكب الجهاز يعني. فهذه هي فكرة الجدول التستر. تمام؟ هيك أنا الحمد لله خلصنا، ممكن تقول تقريبا نص الشابتر هذا. وأقول هذا يكفي إن شاء الله لهذا هذا الفيديو إن شاء الله. إن شاء الله يكون الموضوع واضح يا رب. هتلاحظوا إنه الشابتر هذا بدايته حتى الآن من هنا يعني، من بداية الشابتر لهذه النقطة وصلناها، يعني كان في كمية ثيري يعني، في ثيري. لكن بعد هذه النقطة هنبدأ بالفلويد ستاتكس، هنبدأ في تطبيقات الفلويد ستاتكس، فإن شاء الله يكون فيها حل أكثر وفي يعني مسائل أكثر إن شاء الله. فإن شاء الله يكون الموضوع واضح يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فكما آخر كلمة أخيرة بس، إنه في الديسكربشن في وصف الفيديو في عندنا ملخص لهذا الشابتر. وفي في اشياء ثانيه كثير تفيدكم ان شاء الله بهذه الماده، ومنها الكامل مكتوب على السبوره هذه، الكامل الخلفيه السوداء هذا موجود كصوره في الديسكربشن ان شاء الله. فالسلام عليكم، نشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.